السلام عليكم، معاكم ياسمين عرفات. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة جدا بصدور الفراخ. دايما صدور الفراخ بتبقى تقيلة شوية في الأكل، عايزين نعمل بيها وصفة جديدة وحلوة تنفع قوي في العزومات، وهنشوف هنقدم معاها ايه. بجد الوصفة حلوة وان شاء الله تعجبكم، جربوها. ما تنسوش لو الوصفة عجبتكم لايك وشير، لايك وشير يا جماعة أرجوكم، عشان يبقى الواحد عنده استعداد انه يقدم اكتر واكتر. وما تنسوش طبعا اشتراك القناة. نسمي الله وندخل مع بعض. يلا على المقادير. معايا صدر فرخة كامل طبعا نخلي، ومعايا عصير طماطم، بصلاية مقطعة صغير، وملح وفلفل، وشوية من الجبن. الجبن دي اختياري بس هتدي تست حلوة قوي وهتدي غنى للأكل جامد قوي، حلوة قوي. ومعايا بيضة وشوية بقسماط زي ما قلنا. تمام، زي ما احنا متعودين في كل وصفة فيها فراخ لازم ننشفها كويس. بجد التنشيف ده بيفرق جامد يا جماعة في الطعم، بجد جربوه. يعني ما تستهتروش بيه تقولوا لا دي حاجة بسيطة واحنا بنغسلها كويس. تمام، هي بتتغسل كويس بس السوائل دي اهم حاجة تنشف، زي ما احنا اتفقنا قبل كده في السكاكين عشان تحافظ عليها لازم تتنشف كويس وتتغطى بالغلاف بتاعها او بمناديل او بقماش قطن. شقينا الصدر كده، فتحناه من النص زي الكوردن بلو كده، وحشيناه بالجبن. الخطوة دي اختياري، لو مش عاوزاها مفيش اي مشكلة. هنمشي بعد كده بالخطوة اللي بعدها. معايا بقى بيض، البيض ده خففته بشوية من الخل عشان الزفارة، وملح وفلفل. هبتدي اغلفه بالبيض والبقسماط زي ما احنا شايفين كده، اغلفه كويس، وبالذات من الناحية بتاعت الجبن زي ما احنا شايفين كده. هبلها تاني شوية بالبيض عشان تتقفل كويس جدا، مفيش اي مشكلة، واضغط عليها كويس خالص. تمام كده قوي. هجيب الصدر التاني وهنعمل فيه نفس الحكاية. وكان في فايد من الفراخ، فصوص كده بتبقى جوه الفرخة، فعادي هتبلها عادي، ما حشيتهاش طبعا لانها مش هتنفع تتحشي. هتبلها عادي بالبيض والبقسماط. زي قلتلكوا وصفة الجبن دي اختياري. مش هنرمي اي حاجه، اوعي ترمي اي حاجه، مش حاجه بتترمي. هي كل الفرق في الجبن ان هي بيديها غنى وبيخليها دسمه قوي. معايا زيت سخن، هنزل بالفراخ معايا على نار متوسطه. انا مش عايزاها، انا عايزاها بس يدوبك تدخل في السوى مش اكتر من كده. ومعايا في طاسه تانية شويه زيت، وهنزل بالبصل المقطع، هقلبه لغايه ما يدبل زي ما احنا شايفين كده، وهنزل عليه بعصير الطماطم، وهتبله بقى بشوية من الملح والفلفل. هقلب الفراخ على الجنب التاني تاخد لون، يعني انا بحمرها بس مش لازم تدخل في السوا. زي ما احنا شايفين الجبنة ما خرجتش خالص، وهزود على الصلصة شوية من البابريكا، وهقلبهم كويس. وهي كده ورشة سكر عشان تظبط الطعم. هي كده تمام قوي. معايا بايركس، هنزل بنص الصلصة كده، نص التسبيكة في البايركس، افرده كويس. عايزة تحطي شرايح بصل، شرايح فلفل، تمام مفيش اي مشكلة. وهنزل بالفراخ بعد ما اخدت اللون الحلو ده، وهنزل ببقية الصلصة على الوش. ممكن نكتفي بكده بس، واغلفها بالفويل وادخلها معايا فرن السخن، الشبك على اول رف من تحت، بس هحط رشة من الجبن، وبرده دي اختياري. بس هي الجبن بتديكي طبقة حلوة جدا، بس برده بقولك دي اختياري مش هتفرق في الطعم كتير. وهغلفها بالفويل زي ما قلنا معايا فرن على 180 على الشبك على اول رف من تحت. وهقدم معاها رز بالخضار، معايا شوية بسلة وبصلاي هشوحهم مع بعض، وملح وفلفل، وهقلب الرز مع بعضه كده. لو عايزة الرز يبقى أصفر زودي الكركم، ممكن تضيفي مرقة،
وممكن تضيفي فلفل اخضر معاهم براحتك خالص. الرز ده حلو جدا وبيتقدم مع المشاوي مع الحاجات دي، بيبقى حلو، بحيث كمان انتي تاخدي فايدة الخضار. هضيف المية كده والملح وهغطي عليه لغاية ما يهدى ويستوي. بعد ما الفراخ خرجت بعد نص ساعة تقريبا، وبشيل الفويل وبحمر الوش من فوق تحت الشواية. الرز تمام اهو، والفراخ زي الفل بجد، حلو جدا على فكرة يا دسمة. القطعة دي تكفي اتنين، هنشوف قد ايه جوسي جدا وطعمها حلو وطرية. يا رب تكون وصفتي الوصفة دي عجبتكم وجربوها تعجبكم قوي. وخير الختام، السلام عليكم.